الخلاء وبعد قليل غادي ناخذوا بعد التصريحات من بعد المواطنين والمواطنات. اذا غادي نقربوكم. السلام عليكم. تفضل اخويا. اذا بعد النزوح حاليا نتلقاوكم بانكم متواجدين حاليا في مدينه سالا، شنو الرساله اللي باغي توصلوا؟ من تقريبا من 10 ديال الصباح وحنا خرجنا من الديور ديالنا اللي ريبوا لينا على على على, على حوايجنا وريبوا لنا على على وليداتنا وشردونا. وصلنا دابا بعد ما حبسونا الدرك الملكي ما خناش نوصلوا هنا. الحمد لله تمكننا باش نوصلوا لهنايا باش غادي نستراحوا وغنباتوا ان شاء الله هنايا في الخلاء، لان ما عندناش فين غنمشيو، ما عندناش البديل، ما عندناش فين غادي حتى الناس مساكن حتى في الترونسبور ما عندوش باش يركبوا في طوبيس. يعني الناس مساكن راه الفقراء الاقصى الحدود. هاد الناس جراو علينا، دعيناهم الله جراو عنا من ديورنا بدون وثائق، وقالك بان راه هذا جا من عند يعني من الفوق، هذا الامر ملكي هكا قالوا لنا الباشا، قالنا هذا امر ملكي يعني من الطرف للطرف غيريبوا ولا دعيه شي كامله. يعني وحنا باقيين ديورنا، باقي الكريدي ديالنا في الديور ديالنا، كري باقي الناس ما تيخلصوا الكريدي على ديك الديور ديالهم اللي بناهم ساكن بعرق جابينهم. حنا جينا ان شاء الله دابا حنا نباتوا هنا ان شاء الله، حيت ما حماش جبنا الليل جنباتوا، غنباتوا هنا ان شاء الله. والصباح راه ان شاء الله باذن الله غادي نكملوا الطريق ديالنا للمجهول، ما عرفناش فين غنمشيو، واش العيون واش واش واش، حنا فين ما مشينا تيجبنا الليل تنعسوا، بنهار تنطلبوا ضيف الله مع الناس اللي مساكن تتعاونوا معنا باش ناكلوا تنشربوا. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمح لي، الله يجازيك بخير. دابا على ما بان لي كاين الاطفال صغار والضع العيالات، يعني امهات هنايا، يعني شنو الرسالة اللي بغيتي؟ حنا راه تدخلنا الكلمات، ولكن ما عندنا ما نقولوا الا ان خصنا نوصلوا الرسالة ديالكم. شنو الرسالة اللي باغي توصلوا؟ شنو باغي توصلوا؟ الرسالة اللي بغينا نوصلوا هو اننا شنا جميع انواع الحقرة، وشنا الظلم، شنا الظلم بزاف، أول مرة غنشوفوا الظلم في وسط بلادنا، في وسط بلادنا تنحبوها وعن في وسط وطننا العزيز تنظلموا الأقصى أقصى أقصى. باش نخرجوا حنا وليداتنا النهار كامل، حنا غاديين حنا وليداتنا النهار كامل، وليد الصغار وكاين اللي عندهم تربيه وخارجين، رجعوا لنا من ديورنا وخارجين تالفين، تشردنا غاديين هايمين في الارض، ما عرفنا كاع فين غنصدوا، واش هاد الجو واش الجو، وباقيين حابسيننا تيحبسونا باش ما نمشيوش. هاد الدرك الملكي اللي تيحبسونا علاش؟ حنا خرجنا بغينا نهيمو، ياك جريتوا عندنا من ديورنا، ياك بغيتوا تريبوا الديور راه ما خليناهم لكم، ريبوهم ديروا اللي بغيتوا. حنا خرجنا فحنا خرجنا طوال، عندنا غير ما نعسوا وما نتفرجوا، عندنا الماء تنشربوا، راه من الصباح حنايا الماء والخبز، راه هاد الاطفال الصغار من الصباح هما الماء والخبز، هاد النساء مساكن راه ضربوا كيلومترات على رجليهم، راه لا حول ولا قوة الا بالله. واش ما كاينش شي مسؤول؟ مسؤول في هاد السلا ولا في هاد الرباط؟ احنا دابا قدام الضريح وقدام، ما كاينش شي مسؤول اللي يجي ويتحاور معانا ويقول لنا شنو بغيتوا. وحنا راه حنا راه رعايا ديال جلالة الملك، وهذا راه مشروع ديال الملك، مشروع سيدنا، مشروع سيدنا. وخرجتونا طوال، خرجتونا بلا حتى شي حاجه، خرجتونا طوال، غريبتونا ديورنا طوال. اذا انتم ما رافضينش الحوار؟ حنا ما رافضينش الحوار، حنايا كنطلبوا دابا شي مسؤول انه غير يرد عليكم. جا شي مسؤول مرحبا به، هذاك مو المسؤول اللي تيعطي القرار، المسؤول اللي تيعطي القرار مرحبا به يجي، حيت حنا غنباتوا هنايا، حنا ما عندناش فين نباتوا، باش ما يجيش شي واحد يقول لنا لا نوضوا وحيدوا من هنا. حنا راه ما عندناش فين نباتوا، اللي بغى ينوض شي واحد من هنايا يدينا شي بلاصه نباتوا فيها. حنا راه تشردنا حنا وليداتنا، هما الاطفال الصغار تشردنا حنا وليداتنا، ولا حول ولا قوه الا بالله، وما عندنا فين نمشي. راه باش غنمشي غنمشي، واما عندنا هنا اما عندنا البحر، اما غنطلعوا نكملوا طريقنا في هذا الليل اللي ما بغاش خلينا نباتوا هنايا. هذا هو الامر اللي غنقول، غير واحد القضيه الله يسكن بخير. حنا تناشدوا سيدنا يشوف حال هاد الناس هادو اللي داروا واحد النزوح. بغينا حنا دابا كرهونا في الوطن ديالنا، وبغي يكرهونا حتى في سيدنا، تنحبوه من الاعماق ديالنا، بغي تيقولنا امر ملكي، تيقولنا هاد واش الملك غيرضى انه يريب لنا ديورنا فوق من رؤوسنا، وديورنا حنا حشريناهم برزقنا، وشريناهم برزقنا، وتكاليزات الوراق ديال البيع تكاليزات في المقاطعات المغربيه. اذا هذا بغينا نوضحوا هذه الامور هذه. نعم سيدي. دابا بالنسبه لكم انتم على يعني في القانون بانكم انتم تراميتوا على واحد الملك، وبانكم انتم خاطئين، وبانكم انتم خديتوا هذيك البلاد، ما عندكمش حق انكم تشريوا تما، هي لا تباع ولا تشترى. ولكن من بعد انكم ما شريتوا وقع الخطا اللي وقع، واش هذا الشيء غير بوحدكم اللي مساهمين في هذا الشيء، ولا كاين شي تدخلات اخرى من جهات معنيه اخرى؟ سيدي الله يرحم المويدين، بغينا نوضحوا. حنايا نهار شرينا كاين اللي ما عارفش، جا قريه حيت تما قراوي ماشي مدن ماشي مدينه، تما قراويه تما. حنا جينا شرينا وقاليزينا في مقاطعه مغربيه،
مقاطعه مغربيه جالزنا فيها وكاشاو لنا راه عندنا الكاشيات ديال ليغاليزاسيون وتبنات بنينا ديورنا تحت انظار ديال الاعوان وديال السلطه كامله وحتى ان السلطه خدات اموال باهظه واش وصلت ان ولات مدينه 17000 وصلت مدينه 17000 ساكنه ماشي سهله واش لو ان هذا كان عشوائي وكان فوضى راه تبنى دار تريب يحيدوا يريبوا يديروا واحد البلاكه بان هنا ممنوع تبني حنا راه بنينا راك مشيتي وشتي الامور راه ديور اسمنتيه بالبودرات ديالها كاينه اللي فيها الضاله كاينه ما فيهاش الضاله واش بالله عليكم بالله عليكم حنا في هنا مغاربه الهويه وهاد الناس هادو السلطات مابقاوش يبغوا يعطيونا شهاده السكنه باش نديروا البطاقه الوطنيه ديالنا ما بقاش عطيونا البطاقه مشينا ولا البارح بغينا نمشيو عند سيدنا للقصر ونبكيو عليه ونديو ليه نجدوا ليه الولاء ديالنا والبيعه ديالنا ونقول ليه شوف من حالنا حبسونا في الطريق واعتقلوا فينا الناس واليوم حنا راه وصلنا جاو بقوه 400 كاميو ديال الدرك وديال القوات المساعده واخا واش بغى يحاربوا تيندوف حنا راه غير مواطنين ابرياء جاو تيريبوا لنا فوق حوايجنا وفوق من عيالاتنا وتينتفوا العيالات وتيخرجوهم وتيعتقلوا الرجال لا حول ولا قوه الا بالله حنا اش خرجنا من ديورنا حيت حنا اعتبرنا راسنا ماشي مغاربه حنا تنقولوا هذه الافعال يعني تيقولوا هاد الناس يقولوا لنا بانكم انتم ماشي مغاربه انتم راه شي عندكم شي هويه اخرى حنا خرجنا غادي نمشيو نشوفوا ندخلوا لموريطانيا ولا نشوفوا فين غنوصلوا شابتنا المبيت هنايا دابا ظلم عندنا الحافين غنمشيو غنعسوا هنا ان شاء الله حتى يحن الله السي رشيد هذا هو اللي كاين لا حول ولا قوه الا بالله اذا مره اخرى شكرا اخي إذا مرة أخرى عبر المباشر مباشرة من مدينة سلا حاليا في مارينا أمام ملاعب القرب مارينا في المساحة الخضراء ساكنة ولاد العياشي قصد المبيت في هذه اللحظات من بعد النزوح حاليا متواجدون حاليا بمارينا غادي ناخذوا بعض التصريحات من بعض المواطنات أو المواطنين من بعد النزوح وصلتوا لهنا دابا حاليا وصلنا لهنا الحمد لله فين باغي اول شيء هنا بسم الله السلام عليكم الاخوان احنا دابا من بعد النزوح اللي بغى ينسحوا لنا الملكيه ديالنا وبغى ينسحوا لنا السكينه ديالنا الديور ديالنا اللي ضاربين عليهم تماره وبنيناهم وداك الشيء بغى ينسحوا منا احنا دابا بلا ما ينسحوا منا احنا هزينا حوايجنا وهزينا ولادنا وخوينا خرجنا منهم دابا يعني انتم خرجتوا من تما ودرتوا النزوح الصباح دابا حاليا وصلتوا لمدينه سلا يعني المدينه يعني مارينا المارينا دابا شنو الرساله اللي باغي توصل؟ تنوصل الرساله لجلاله الملك محمد السادس يعني انا مواطن مغربي ما حامل بطاقه وطنيه فيها المملكه المغربيه راه خصهم يديروا لنا شي حل يعني انا مياويم خدام تخدم في المارتين تصور 70 درهم نهار تصور 80 درهم نهار ما تصورش ملي غتجي انت السي لقيت تهددني انت والمقدمين والسلطات المحليه تجي تشدوني تقول لي يا خوي فين غنخوي انا فين غنمشي هذيك 70 درهم ولا 80 درهم ما حيتش لي كوش عندي دري عنده عامين و10 شهور ما حيتش لي كوش ما حيتش الحليب ديالو ما حيتش الماكله فين غنمشي واش هذيك 70 درهم ولا 80 درهم باش كفاني لا مستحيل باش تجي تلاس هذا القايد والعامل والباشا والشيخ والمقدمين تيهدونا هكا بالترياب تيقول لك مازال ما خرجتيش غنهيبوك محلات فوق حوايجك دابا الحمد لله اتفقنا الاخوان ودرنا نزوح ما بغاش يعطيونا حقوقنا انا رحنا هازين دابا المان ديالنا وهازين وليداتنا وهازين كل شيء والحمد لله أنا اليوم بتنا هنا غدا نباتوا مدينه اخرى غدا نباتوا مدينه اخرى تنلحقوا الحدود ما بغاونا يعني تيقول لك راه بامر ملكي بس عطاونا اوتوريزاسيون امر ملكي باش نريبوك الدار ديالك وما عطي ما مبينين لنا حتى وثيقه ما مبينين لنا حتى ورقه ما كاينه شي حاجه يعني هذيك السي مدورين بيناتهم راه حشومه جلاله الملك اللي اول حاجه تيقول الشعبيه العزيز ويبغي الشعب ديالها هكا راه جامي امبوسيبل هذه جلاله الملك ما يبغيش يسوء الظن في الشعب ديالو شعبه عزيز عليه وهو عزيز على شعبه يعني حنا الملك نتشاجبو براسنا وعاش الملك وعاش الملك والله يطول لنا في عمره والله يخلينا لنا وتنقول انا دابا حاليا انا مسدد محالي وخويا النيت رشدوا السلطات المحليه على وديت على وديت المداره عطوا 4 شهور الحبس علاش حيت جاي يهضر على حقه الدستور ديالنا عطينا 16 حق حنا دابا تنطلبوا ايه حق السكينه حق السكن ديالنا وديال وليداتنا ما تنطلبوش بحاجه حنا ما بغينا لا عمل لا حتى حاجه
تقراي الدراري حتى مدروس ديال الدراري ما منعونا منه قالك لا والو ما تقرا هذو اولادكم ما يقيدوش عننا. قلنا لهم علاش؟ قالك نتوما ساكنين في سكن غير لائق. السكن غير لائق يعني السلطات المحليه ملي كنا حنا تنبنيو تيجي نقدم تيدير رشوه لقيت تيدير رشوه كلشي تيدير رشوه فين كانوا ديك الساعه يقولك لا هذه البلاصه ما ساكنه ما لايقاش ليكم ما تسكنوش فيها ما خلوناش نبنيو. ماشي إذا تعبتي وضربتي التمارة وسقيتي عليها وجواتي كرشك وعريتي راسك وبنيتي ديك الطوبات في الآخر يجيو يجي سادة القايد يقولك لا غاتخوي المحل فين غنخوي أنا المحل أنا كمواطن مغربي ولد الشعب ولد الشعب زادت هنا ولادي تزادو هنا ملي غنخوي أنا الدار ديالي ما تيقولك ما خويتيش غادي أري بالك ملي غنخوي الدار ديالي فين غنمشي أنا وولادي فين غنمشي؟ مشيت لحد الزنقة، حنا جينا تلاحينا الزنقة، هادشي اللي بغاو، وتطلب من جلالة الملك يدير شي تدخل يشوف الشعب ديالو راه عليه الضغط من الفوق. إذا مرة أخرى عبر المباشر مباشرة من مدينة سلا، بعد النزوح ساكنة أولاد العياشي في هاد اللحظات متواجدين في الجلدة ديال مارينا، الآن جالسين يمكن غادي يباتوا هنايا، غادي ناخذوا بعض التصريحات من بعد المواطنات والمواطنين باش نقربوكم بكل جديد. السلام عليكم. عليكم السلام خوتي واخواني المسلمين. شنو المشكل عندكم؟ المشكل شنو تطلبوا؟ حنا المشكل اللي عندنا عندنا مشكل كبير، عندنا حنايا الدولة ديالنا داية 370 قطار. راه ما داياش عبريركات ولا داية 370 قطار فيها فيها أرض الحرث فيها كوارع فيها يعني باش تجي أنت تدهتك 370 قطار راه ماشي راه جريمة أكبر جريمة في المغرب. راه ما داياش دابا كيسمعوا الناس دوار، راه ماشي دوار 370 قطار دينا المسؤولين. باش تسرق انت 370 قطار وعندنا مسؤولين وعندنا حكومه وعندنا ودي 370 قطار راه ما كايناش. واخا اسمح لي من اجل تنوير الراي العام الوطني قرب حدايا انا. لا بغيت نقول باش عرفوا شحال البلاد. لا لا مرحبا اجي عندي هنا حنا غادي نتحاوروا حنا عبر المباشر. دابا بالنسبه لكم انتم كساكنه ولاد العياش الوقيته اللي شريتوا البلاد ديالكم شريتوها انتم عارفين بان البلاد غير قانونيه. دفعنا دفعنا الرشوه للقايد للمقدمين دفعنا الرشوه باش بنينا كتجيب طوبه بالسين كتعطي عليها 400. إذا بقى معايا إذا هادشي تتقول خطر إذا هادشي اسمنا تنوجهو رسالة عبر المباشر إلى السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق معمق في هاد النزيلة. غادي تبقى معايا دابا نتوما من شريتو طريقة باش بنيتو شرينا بطريقة قانونية ري بنينا بالقانون درنا الجليج درنا كل شيء والمرشح ديالنا قالنا عندي صوتوا عليا ندير لكم إعادة الهيكلة تدا 370 قطار اش عيدي 370 قطار وهما اليوم جراو علينا ريبوا لنا فوق حوايجنا قال لك سيروا لعند الجزائر اللي قابلت عليكم احنا غاديين لعندها. بلاتي اذا قول لي انتم شنو المناشده شكون تتناشدوا وشنو تطلبوا وشنو احنا كنا احنا كنناشدوا محمد السادس محمد السادس نصره الله ولكن المسؤولين قال لك محمد السادس هو اللي يدير لكم رزقكم وبهذا المفهوم قال لك محمد السادس يعني جايه من الفوق شكون هو اللي فوق؟ تنعرفوا احنا الملك الملوك الله وملك المغرب محمد السادس هما قال لك بامر محمد السادس بامر مولاي الحسن رزقكم غادي بغاو هاد البلاد يعني واش محمد السادس عيدينا 370 قطار ما يمكنش حنا عارفين مولاي محمد السادس نصره الله قال لهم حيدوا لهم هاد الشيء هذا واعطيوهم فين يسكنوا. اذا انتم واش قابلين بانكم تعوضوا في المنازل ديالكم باش انكم تخويو؟ حنا قابلين. واش تعطاكم البديل بعدا كاين واش تعطاكم البديل؟ ما تعطاناش البديل كنت تعطانا البديل كرة ما تحاصروناش بالقوه ديالهم بحال مع الصباح تقول انت اسرائيل داخله تنط تهرب احنا هربنا. واش نجلسوا ناكلوا العصا على رزقنا؟ ما يمكنش. ما يمكنش، واش عضرب انت اخوك عسكري بحالك بحالو، عضرب جدارمي خوك مسلم، بغيتو تشردونا جيبوا لنا اليهود نتحاربوا معاهم، باش تجيب لي انت مسلم بحالي بحالو نتحارب معاهم ما نقدش، الله قال لي ما تقتلوش. شكرا اخويا. إذا مرة أخرى عبر المباشر مباشرة من سلا المدينة حاليا أمام مارينا ملاعب القرب مارينا المتواجدة على ضفتين ضفة أبي رقراق. إذا ساكنة أولاد العياشي في هذه اللحظات مفرشين في الخلاء وغادي ينعسوا في الخلاء نتمنوا إن شاء الله أن تدخل فوري لكل المسؤولين واش إن شاء الله يلقوا حل جذري لهذه الساكنة هذه
لان ما هذا الشيء ما نتاسف له. اذا مره اخرى عبر المباشر لا تكلم، نشوف واحد اخر اللي يتكلم لربما. زيد زيد اخوي زيد. بسم الله والسلام عليكم. هذا الرساله بغيت نوصلها يعني الرئيس ديالنا هو الزمزمي اللي هددنا، وفي الاول ملي كان صوتنا عليه وقلنا ندير لكم وندير لكم اعداد الاكاله، دابا ملي صوتنا عليه وشد الرئاسه وشد الكرسي وشد داك الشيء وصل داك الشيء اللي بغى عليه، النتيجه ديال الانتخابات اللي صوتنا عليه. هو دابا يعني مهججنا حنا ولادنا، مهججنا من ديورنا. وحلف قال لكم والله اولاد عيشه غنشردكم ملي صوتنا عليه وطلعوا داك الشيء، النتيجه هي بانت. النتيجه الحمد لله هي بانت. انتم تتحملوا المسؤوليه البرلمانيه ديالكم. لا الزمزمي تنقولها بوجه مكشوف ما عنديش نخبي، الزمزمي هو سببنا في هذا الشيء. سمعتي الزمزمي هو السبب ديالنا في هذا الشيء. بقى معايا في اطار حق الرد. مرحبا بجميع المسؤولين في اطار حق الرد داخل جريده افاده الراي والراي الاخر. اذا مرحبا بالجميع. شنو باغي تضيف؟ باغي نضيف تنقول لجلالة الملك يتقدم يدير شي مبادره للشعب ديالو، راه ضايع يعني. سكنت ولاد العياشي راه في خطر يعني، تشردنا حنا ولادنا. وشكون السبب ديالنا؟ هو داك الزمزمي. زمزمي صيفط لي الدري خويا انا بربع شهور الحبس، عطاه لي الفلوس باش داروا لي استفزاز واهانات موظف اثناء العمل. هو ما استفز لا موظف ما حتى حاجه، ما دير حتى حاجه، عطاه ربع شهور الحبس. علاش؟ حد دافع على حقه ودافع على دارو. عنده جوج وليدات خويا، هو الكبير فينا عنده جوج وليدات. باقي شي رساله اخرى تضيفا؟ الرساله اللي بغيت نوصل للمسؤولين الكبار والرئيس السلطات المحليه الحموسي يدير لنا شي حل ويدير شي يدير معنا شي تاويل، راه حنا اولاد البلاد وقهرونا. شكرا. الله ياخذ الحق. إذن مرة أخرى عبر المباشر ساكنة ولاد العياشي بعد النزوح الأول من سكناهم إلى البراعمة بعد توقف المسيرة هناك، حاليا ساكنة ولاد العياشي وصولا إلى باب الحد أو بمعنى مارينا أمام ملاعب مارينا، حاليا يفترشون العراء، حاليا متواجدون في العراء من أجل غادي يناموا هنايا، قال غادي ينعسوا هنا وغادي يجلسوا هنايا لأن ما عندهمش فين غادي يسكنوا. الدور ديالهم تريبو، خلاو الأساس ديالهم، خلاو عدة أمور، وحاليا ها هما يفترشون العراء. إذا مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام عبر المباشر، غادي نقربكم من كل جديد. الله يجزيكم بخير الأخ سيمو كزارة، الله يجزيكم بخير، ما يتصلش بيا حاليا عبر المباشر. الإخوة اللي تيتصلوا بنا عبر المباشر الله يجزيكم بخير، راكم تتشوشوا شوية علينا، ولا غادي يعاود يتصل ولا غادي البلوكيه. الله يجزيكم بخير، ما بقاش عاودوا نفس التكرار، راكم تتشوفوا المباشر لا داعي للإحراج. إذن مرة أخرى نرحب بجميع متابعينا الكرام عبر المباشر، ساكنة أولاد العياشي حاليا يفترشون العراء بأبنائهم وأطفالهم وبالرضع وبالأمهات حاضرين. واخا اخويا انا جاي عندك، انا جاي عندك، اجي عندي اخويا هنايا. بعد النزوح وصلتوا لمدينة سالا، شنو اللي باغي توصلوا؟ شنو الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا هي تنقولوا لجلالة الملك يشوف من حالتنا، راه القياد والبشاوات والعامل كلهم تكرفصوا علينا، هدموا لينا محالاتنا وتكرفصوا علينا وهدموا لينا فوق حوايجنا، دراري صغيورين مشردين، حنا مشردين، العيالات مشردين، كلشي تشرد، حنا دابا ما عندنا والو، تنرقدوا في الزنقه، تنريحوا في الزنقه، ناكلوا في الزنقه. حنايا دابا الرساله اللي تنقولوا للمغاربه كاملين، إلا كان هاد الشيء هذا، إلا كان هاد الشيء هذا معقول؟
إذا كان هذا الشيء هذا معقول، راه ماشي معقول هذا الشيء هذا. أش بغيت نسولك من أجل البحث، الله يجازيكم بخير. دابا بالنسبة لكم أنتوما تعطاكم البديل، تعطاكم في إطار في إطار الإيواء، علاش ما بغيتو علاش ما بغيتش تسلموا؟ ما عطاوناش يا سيدي، حنا كون عطاونا البديل واش حنا كرهنا؟ كرهنا غيعطونا في الدزيز وغادي نمشيو نسكنوا في الدزيز وغادي هادي ما عطاوناش. وما هاد الارض هادي ملي لحقوا عليها قمطوا الاراضي دي هنا اللي في المدينه عمرات عمارات، وهادي ملي وصلوا عندنا حنا دراوش قالوا هادو دراوش ساهلين غنحيدوهم، سلطوا بين القياد والبشاوات والعميل. العميل ديك النهار العميل جا الكاتب كاتب الاول ديالو وقال لنا بهاد العباره، قال لنا ودي غتريحوا في محالاتكم تنوجدوا لكم الدزيز ديالكم وغادي نحصيو الناس تقريبا نص العياشي ما محصيش، وغنعاودوا الاحصاء وغادي نعطوكم وغادي تمشيو للبلايص ديالكم. دازت معات 4 شهور وحنايا في العذاب، تيجيو عندنا كل نهار يكرصونا ويعذبونا وتنقولوا حنا راه الكاتب العام ديال العام اللي عطانا وعد، واني ما كاين لا وعد لا والو، ما كاينش الوعد. يعني هاد السلطات وعدونا واني ما كاينش وعد، ما عطاو ما كاين بديل. اجي حدايا اجي كمل اخويا اجي اجي عندي. اذا مره اخرى نحيي جميع متابعينا الكرام، تنعتذروا واحد الفتاه ما شافتش الخيط، يعني الحمد لله ماشي مشكل، سقط الكاميرا يعوضنا الله. اذا دابا في الاخير شنو هي الرساله ديالكم؟ الرساله ديالنا سيدي هي القياد والبشاوات والعامل، الوعد اللي وعدونا به نهار الاول يديروا معنا يخليونا نرجعوا حنا دابا هدموا نرجعوا لبلايصنا ونديروا عشيش ونريحوا في محالاتنا في عشياتنا تيدي يعطونا البديل، هذا هو اللي كاين. شكرا لك، شكرا للوالدين، هذا واجب. مرحبا. اذا مره اخرى نحيي جميع متابعينا الكرام عبر المباشر، ساكنه اولاد العياشي في هذه اللحظات مباشره من مدينه السلا، مباشره من مدينه سلا. اذا في هذه اللحظات نزوح، بقى اخويا تما ندير معاك. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم خويا. شك انا جيتي اليوم يعني بقرعه المام ديالك وفراشك في غادي. اخويا شوف في غادي اسمحت في كل شيء، جايب معايا ملايه، جايب معايا طرموسه فيها اتاي، جايب معايا بيدو، جايب معايا خبيز وشي لعيبه، وانا من النازحين، وليت انا من النازحين. انا دابا غنتمي غادي اي دوله رحبت بيا غنمشي ليها. وعلاش هادشي كامل؟ علاش هادشي كامل؟ كامل ما عنديش قيمه. الناس جاوا ريبوا لي داري فوق مني، ملي قلت لهم رانا مواطن مغربي قالوا لي لا انت علاش؟ انت حوت على حمار حيت جيتي سكنتي هنا. اسيدي رانا شاري محل سكن بحسن النيه، راه عندي وليدات وعندي مسؤوليه. قال لي لا هذا ماشي ديال المحل، هذا ديال جاي الامر من الفوق. منين؟ من السماء. منين؟ من عندهم. كيفاش جاي الامر من الفوق؟ ما عرفتش. قلت لهم إذا كان جا من عند جلالة الملك، جلالة الملك راه عاطيكم نتوما إعادة هيكلة تهيكلونا، ماشي الدق. واش أنت كتريب لي داري ب 16 مليون وتقول لي غدوز طريق؟ راه 249 هكتار، راه إلا جمعتيني غير في 10 الهكتارات أنا وخوتي غتجمعنا، ولكن 249 هكتار غتقول لي أنتايا جاية من الفوق غتمشي شنو غد فوق مني. ملي قلت لهم رانا مواطن مغربي قالوا لي لا انت علاش؟ انت حوت على حمار حيت جيتي سكنتي هنا. اسيدي رانا شاري محل سكن بحسن النيه، راه عندي وليدات وعندي مسؤوليه. قال لي لا هذا ماشي ديال المحل، هذا ديال جاي الامر من الفوق. منين؟ من السماء. منين؟ من عندهم. كيفاش جاي الامر من الفوق؟ ما عرفتش. قلت لهم اذا كان جا من عند جلاله الملك، جلاله الملك راه عاطيكم نتوما اعاده هيكله تهيكلونا، ماشي تدقونا. واش انت كتريب لي داري ب 16 مليون وتتقول لي جايه من الفوق؟ منين؟ من عند من؟ من عند من؟ من عند من؟ من عند من؟ بزاف غدوز طريق. راه 249 هكتار، راه إلا جمعتيني غير في 10 الهكتارات أنا وخوتي غتجمعنا،
ولكن 249 هكتار غتقول لي انت يا جايه من الفوق غتمشي شنو غدير؟ توسيع المطار كذاب، غنقولها لك بواحد الوجه مكشوف كذاب. اي مسؤول يقول لي توسيع المطار كذاب، واي 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 واحد مسؤول يقول لي راه كاين احياء صناعيه كذاب. دابا السؤال، من بعد النزوح ديالكم والان دابا هنايا، شنو الحل في النظر ديالكم انتم؟ شنو تطلبوا؟ الحل النظر ديالي انايا هو غادي اليوم انا هنا، غدا ما عرفتش فين غنصبح، وقلت لك غنتم غادي انايا اي بلاد، غنجرها من الدول العربيه الى الدول الاجنبيه، اي دوله استقبلتني غادي نمشي وغنبدل جنسيتي بها. علاش؟ حيت الغالب الله ما عنديش، بلادي كرهتني، بلادي كرهتني، خايب انا على المجتمع، انا خايب عامل ولاد العياشي ما مزيانش، خايبين حنايا مهيمجين. اه الشريف اللي كتقول ولاد العياشي، كتقول ولاد العياشي مهيمجين، البنت عندي راه ضاربه الاولى فهمتيني، وراه كاين هنايا اللي ضاربه ديزناف الشريف هنايا، ومن هاد الناس هادو اللي كتقول انت، يا هاد الناس هادو اللي كتقولوا، هاد الناس اللي كتقولوا انتم راه حوتالات وراهم مكلخين وما قاريش، وهاد الناس هادو، هاد الناس والدينا ووالدينا هما اللي حروا هاد البلاد هادي، راه كاين منا لهنايا اللي باه مقاوم، وكاين اللي مو وباه حروا الصحراء، واي مسؤول يجي لعندي وندير معاه دابا يسولني، كاين امي عندها ظهير شريف باش مشات للصحراء، باش حرات لك الصحراء نتايا، باش حرات لك الصحراء باش تجي تقول لي نتايا حوتاله، وبزاف عليك انا، انا بزاف عليك، انا ما عمري ما شفت انا شي ريال ديال الحرام دخل الكرشي بالحلال، وبنيتها بالحلال، وهي خليتها لك بالحلال، يلا تستمتع ريبها، وكاين الله فوق منا، كاين شوف، انا ما غنتبعكش شي محكمة، انا وليت دابا نازح، انا خليت لك المحاكم الشريف، انا ها اللي كنكسب، هادو اللي بغيتي تاخذهم انت هما خذهم، خوض من ليكس، انا غنمشي خاوي. إذا كما تلاحظوا عبر المباشر ساكنة أولاد العياشي، جايب عنده الماستو، عندي 1200 باش نتعشى ونديرو طوستوب، أه وماشي شي واحد اللي متخلف، أنايا راه 19 سنة وكنزول المهنة شيفور، 19 سنة وأنا كنزول المهنة شيفور، وبزاف عليك باش تقول لي حوتالة، أنا صقت بيك أنت وصقت بولدك باش قرا، وبيك أنت صقت والدي يساقو بك باش وصلتي لذاك النيفو، حيت كنتي كتركب معايا ب 240 ب 70 ريال تقاشرك خانزين، وليتي تقول لي انت حوتاله، وكنت نديك للمحل المقر ديالك، ما كنتيش تتعرف الرباط، وكنت نديك للرباط الباب شاله، وباقي كان نديك للرباط الباب شاله، وليت حوتاله انا وولادي، ولكن شوف كاين الله، ودابا الدار خديتيها، الحريه خديتيها، وما عندكش الحق فيا، غنبات اليوم هنا، وغدا غنبات في صومات حسان. وبعدو غادي نطلع لكازا، بعدو غنمشي للصحراء، والبلاد قلت لك اللي قرات شدني انا غنكون خديم ليها وسيدها، انا غنكون خديم وطراب رجليها اي بلاد. علاش؟ حيت بلادي ما بغاونيش، بلادي قلت لهم خشوني تحت الارض ما بغاونيش، كرهوني، والغالب الله وانا مع خوتي قنبه وحده تربطنا، وراهم ماشي كاينه هاد الشيء هذا، راهم حاصرين عباد الله في بوقنادله، انا عاد من عذابه، انا راه عاد هربت من بوقنادله حوايجي بزز باش خرج، راهم رجال الدرك هادو اللي كيقولوا لك كذا ما كذا، رجال الدرك الملكي، حيت عارفيننا حنايا دايريننا بالله ماجيين، شاديننا في القراويه، راهم مسيطرين عليهم تما وشادينهم، انا راه هربت، انا جيت، انا نازح، انا كازي ديال الفوق، انا اي بلاد بغاتني انا مرحبا بها تجي لعندي، تديني من هاد البلاد، انايا ما معترفنش بيا، قالوا لك حوتاله والدوليه رزقي والدوليه داري، سمحت في كل شيء، راه هي فينا يريبوها يديوها ياخذوها، ايمي خلوها كل شيء، راه الشفاره كاين ايمي خلوها عباد الله، راه عباد الله كتسرق. والسلام عليكم، ولا اله الا محمد رسول الله، كاين الله. اذا مره اخرى مباشره من مدينه سلا ساكنه اولاد العياشي، في هذه اللحظات نزوح ساكنه اولاد العياشي في بمدينه سلا، يطالبون بحقهم بحقهم ديالهم. اذا مره اخرى عبر المباشر الصوره تعبر